والله ما شاء الله. وما داري انا لي زاكسيدو ما كاينش يوم وما نلقاش اكسيدو في الطريق ما كاينش يوم. وهذه الايامات ما شاء الله ملي يفتحوا الطريق هذه جديده اللي تساع بكري كون كانت ضيقه صغيره مكسره كنا باه نقطعوا المسافه هذه نطولوا هكذا. دوك الحمد لله دوك كاين اللي تساع في الطريق ونمشوا كما يقولون نربحوا وقت. بالمقطع الجنوبي الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط بالطريق الوطني رقم 1 فتح لحركة المرور 40 كيلومتر تم فتحها بعد طول الانتظار، مكسب استبشر به مستعملي هذا الطريق الحيوي الذي يربط شمال البلاد بجنوبها. إذا علمنا أن نسبة الحركة به تتجاوز 400 ألف عرب يوميا وكان يشهد أعلى نسبة من الحوادث على المستوى الوطني قبل إنجاز هذا المقطع. المشروع عرف النور رغم بعض التأخر في الإنجاز زيادة إلى توقف الأشغال بالمقطع الثاني في ازدواجية هذا الطريق. ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 64 كيلومتر تمت الانطلاق فيه خلال شهر جوان 2018 وبدأت الأشغال فيه، بدأت بواتيرة لا بأس بها إلا أنها توقفت لظروف استثنائية. توقفت الأشغال وكنا يعني حاولنا مرارا مع المؤسسة المنجزة وجهنا لها عدة إعذارات كتابية. كما سجلت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجلفة عدة مشاريع هامة لإعادة تأهيل وإنجاز الطرق من بينها الطريق الوطني رقم 1 ألف الرابط بين الزعفران والإدريسية وحدود ولاية الأغواط إلى أفلو ضمن محور شرق غرب يربط ولاية الجلفة بالولايات المجاورة.